شفنا ضمن التقرير معلومات عن نشأة الكاريكاتير. اليوم مهم أيضا نعرف اليوم شخصية الفنان شو لازم تحمل. قد اليوم مهم الفنان الكاريكاتير يكون إنسان عنده ثقة بنفسه وعنده نظرة إبداعية وموهبة وقدران هو من خلال هذا القلم انه يعمل شيء جو يوصل للي عم بشوف اليوم هو شو حابب خلينا نحس او خلينا نشوف. اليوم بدنا نحكي اكثر عن الفنان شو وشخصيته وخاصه قد ايه كنا ننتظر الجريده يعني اليوم صحيح. فورا نروح لزاويه الكاريكاتير اليوم عن شو عم يحكوا، ولكن للاسف اليوم غابت كمان المنصات الورقيه فرحنا للسوشيال ميديا وعم نشوف، ولكن دائما الورق له متعه خاصه في معلومات اكثر. حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم الفنان الرسام الكاريكاتير محمد العلي. يسعد صباحك. صباح النور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك، نورتنا لليوم. عم نحكي عن موضوع كثير حلو كثير جمالي. نعم بتعريفنا بالبدايه هو السهل الممتنع. صحيح. ومو كل الاشخاص اكيد قادرين يتقنوا هذا الفن. خلينا نحكي عن شخصية اليوم الرسامية اللي راح تكون أكيد يعني هي دقة الملاحظة وسرعة البديهة راح تكون أساسية، ولكن أيضا راح تكون في صفات اليوم ومواصفات موجودة عند الرسام. صحيح. خلينا نحكي عنها. هلا من ناحية البديهة والدقة الملاحظة يعني هي بدنا نقول البوابة الأولى لرسم الكاريكاتير. صحيح. أو المواد الأولية. يعني بتميز رسام الكاريكاتير عن بقية الناس مع احترامي إلهم، يعني إنه بدقة ملاحظته وسريع البديهة بإدراكه الأمور كتير، يعني أحيانا بتكون غامضة. ودقة ملاحظته فيني بشبه لك إياها يعني هي بتعتمد على العين بسرعة النظر أو دقة النظر، يعني بشبه لك إياها بعدسة الكاميرا تماما بسرعتها وحفظ وحفظ الصورة بذاكرة طبعا. فيعني على أساسها هي وعدة عناصر تانية، يعني بدي شبه لك إياها بشغلة مثلا. انطلب مني مثلا رسم كاريكاتير عن حدث معين بدي اروح شوفه مثل التحقيق تماما، يعني مسرح الحدث بدي اشوفه. فيني بشوف شغلات غامضه اكثر من غيري من الناس العاديين. ليه؟ وبشرحها. هي بتعتمد على بديهة الرسام، النظره الفنيه ونظره عميقه كمان للموضوع. احيانا الحدث بالنسبه لي بيكون ابعد من المكان او اكبر من المكان اللي انا فيه. بحط له ابعاد ثانيه مثلا مين السبب. تمام. او المسبب من هال. طيب اليوم اللي بيتابع حضرتك على السوشيال ميديا في بعض الانتقادات انه احيانا عم تكون رسوماتك جريئه وعم تحاكي الواقع بشكل كتير مباشر. اليوم هدول الانتقادات شو عملوا ضمن بجوز عملوا لك تحفيز اكثر صح؟ هلا قبل السوشيال ميديا والثوره الرقميه انا كنت ارسم بجرائد وصحف البلد يعني اكيد، بس فادتنا السوشيال ميديا والفيسبوك وهالقصص ففادونا كثير يعني بامور انه احيانا مثلا الرسمه ممنوع انه تنزل فبنزل على مسؤوليتي الشخصيه على صفحتك الشخصيه. موضوع الجرأه يعني موضوع يعني بيتصف فيه رسام الكاريكاتير انه يكون جريء. لازم طبعا جريء يكون يتمتع بقوه القلب بالشجاعه نوعا ما. بده يرسم رسمه بده يفوت بخطوط حمر والانتقادات بده يتحملها والتعليقات التعليقات كمان بده يتحملها. كثير بتعرض لهالمواضيع. صح. هاي ابو مالحه مرق معنا هون الادمان على الفيسبوك اذا بتلاحظوا عم نشوف هيك شويه صور من اعمالك مرق معنا. هاي عن الكهرباء حلوه. ايه انه شفت اللمبكي. ما في داعي بالرسومات الكاريكاتور انه نحن مثلا نكتب. احيانا انتم بتلجؤوا لتكتبوا كلمه او كلمتين. تمام. في رسمات ما بتحتاج ابدا بتشرح حالها. معلومه كثير حلوه. الكاريكاتير هو يعني المنبر الاساسي تبعه هو الصحيفه. يعني احيانا الناس بتدور على الصوره هالايام اكثر شيء يعني صرنا بصريين اكثر. صرنا بصريين نركض ورا الصوره. فالصوره ان كانت رسمه كاريكاتير تختصر لك مثل ما حكيته من شوي تختصر لك مئات والاف الكلمات خلال فتره زمنيه قصيره كثير. يعني اي انسان قادر انه يعرف الرسمه شو فيها ان كان متعلم او جاهل بيعرف شو طبيعه الرسمه وطبيعه الموضوع اللي بالرسمه.
تمام. لما صرنا رشا كنا عم نحكي انه نحن بنشوف الصور او الكاريكاتور بكل جريده، وقت كنا قبل نروح فورا على الصفحه الموجود فيها بنفهم شو حاله البلد او هلا الناس شو عم تحكي، يعني هي حديث الساعه الاني. وكمان كنا عم نشوف لوحات حضرتك بعد عم تمرق معنا على الشاشه، في كثير هيك من ملامح الفنان قاسم ملح وبشيله تحيه من كم يوم رسمته وحكينا انا وياه بخصوص الرسم. هيدي كان شخصية أبو فياض بمسلسل الأولاد من الخاصرة مشان الناس تعرفها. هذا اللي بدي أقول لك إياه، إنه نحن عم نقدر فورا بين الملامح الشخصية، يعني أنت عم تجيب تفاصيل البورتري، بدي أسألك عن التفاصيل بين البورتري وشو الصلة والكاريكاتير. حلو. هلا البورتري كاريكاتير هو يعني نتيجة إنه قريب للكاريكاتير، بورتري النسخ هو الشخص مثل ما هو، يعني فيني برسم لك شخص نسخ يكون يعني مثلا اذا بدي ارسمك مثلا 90% تماما، اذا بدي ارسم كاريكاتير شو الاشياء المميزه العلامات المميزه بالوجه؟ انا هون بضخمها ببرزها اكثر. وقوه البورتري كاريكاتير انه كثر التضخيم هذا احيانا هي على يعني شفا حفره كثره بيروح الشبه، بدنا نضخمها بمستوى معين محدد بحيث انه ما تتجاوز الخطوط اللي انا ماشي فيها بقاعدة معينة. تقصد تفاصيل الوجه؟ تفاصيل الوجه على سبيل المثال مثلا أنف عم نشوف منشوفه كبير لقطات. نحن هون منكبر الأنف بزيادة نفضحه بطريقة يعني بطريقة لطيفة ما تكون مسيئة. وكتير أنا حكيت بموضوع البورتريه كاريكاتير إنه هو فن التكريم تكريم الشخص. يعني هلأ فايت تقريبا بالفنانين السوريين شوي بدي اقول لك يعني عم شوف صور وبشوف انا هيك شوي على السوشيال ميديا اليوم ما بيصير ولا اي نوع من الحساسيه انه انت اليوم كثير مثلا ظلمتني بصورتي. تعرضت بزبنات، تعرضت لاحد الممثلات مع احترام له وبلا ذكر اسمه اكيد، تعرضت لهجوم شوي مو من هي من فانس. اصدقاء او المحيط اللي حواليها، لكن يعني ثقافة التقبل هون المفروض بالعكس انا بنبسط وقت يعني حدا مثلا يعني انا احيانا كنقد بنقد الفنانين اللي بيتحسسوا من هالموضوع. ما انت فنان المفروض تعرف شو هو الفن، فن الكاريكاتير او البورتريه كاريكاتير بالطبقات المخمليه بيبعتوا ورا رسام كاريكاتير ليرسم افراد الاسره كاريكاتير، فن كثير راقي على فكره. تمام. لكن عندنا هون بالبلد نوعا ما قليل شوي ثقافة التقبل قليلة فيه، فأنا هلا عم فوت بالممثلين مع يعني وجه لهم تحية، طبعا باخذ إذن الممثل قبل ما أرسمه وبقى ببلش أراحتي بقول له إنه أنا بدي أرسمك كاريكاتير. طيب يعني اليوم عم تعتب على قلة ثقافة الوعي للفن، اليوم هي مسؤوليتكم بالنهاية، اليوم أنتم كشباب رسامين كمان اليوم أنتم مسؤوليتكم تنشروا هي الثقافة وتعمموا فكرة الفن الكاريكاتير ويدخل كل بيت، يعني أنتم بتتحملوا الجزء الأكبر والإعلام أيضا. نحن اليوم موجودين ومساندين لكل الفعاليات، يعني الإعلام الصحافة خط واحد، الكاريكاتير كاريكاتير واحد الأب والأم تمام هو ابنهم يعني بيشرفوا فيه. ماشيين بهالموضوع هذا انه يعني انا احيانا بكثف رسومات الكاريكاتير، فايت بموضوع البورتريه كاريكاتير اكثر من الكاريكاتير الناقد. يعني الكاريكاتير الناقد يعني اشتغلت فيه كثير بالصحف بالسوشيال ميديا، بس حسيت العالم بلشت تمل نفس المواضيع ونفس الفقر جوع كذا من القصص، فحبيت فوت بموضوع البورتريه كاريكاتير حسيته الطف وقريب للناس، بس بيصفي عندي ثقافة التقبل يعني للأشخاص نفسهم. طيب. ويعني ما حدا لهلأ عم تعبني، يعني كله عم يتعاون معي تقريبا بهذا المجال. تمام. قبل ما نختم مع حضرتك هيك بسؤال أخير، دائما بنشوف الكاريكاتور يا بيسلط الضوء على مشكلة أو بيقدم حل، أنت من شو بتفضل أكثر؟ يعني انه اذا هو بيعالج او هيك بنشوف مثلا رسمه بتطرح المشكله وفي رسمه بتعطي الحل، يعني بنقرا فيها الحل فورا. هلا رسام الكاريكاتير بيعطي بيشخص يعني بدي اشبه لك اياه بالطبيب الجراح، بيشخص المرض وبيفوت فيه، واحيانا بيعطي حلول بشويه رموز، يعني هو بيتصف بالعمق، رسم الكاريكاتير بتصف بالعمق والبساطة بنفس الوقت. فإذا بدي أعطي حلول بدي أعطيها تكون عميقة جدا، لأنه الحلول يعني في عندك ناس هن أخصائيين بهالموضوع هذا. أنا بعطي
اسم المرض، تشخيص المرض. صاحب الحل هو نفسه أنا برسم عليه. صاحب الحل هو الشخص اللي أنا برسم عليه وبنقده ضمن الرسم. فهي هاد بقى الحل. بدك حدا يقرأ الصورة صح ويقدر يفك الرموز، مين وين الحل وين المشكلة وين صاحب الحلول الموجود بقلب الصورة. صحيح. اليوم دائما احنا بتوجهنا انتقادات انه دائما الاعلام او ان كان الدراما السورية او الرسم بيروح لطرح المشاكل، ولكن هو ما عم بيساهم اليوم بطرح الحلول. نحن بنرجع بنقول بنرجع انه نحن كاعلام وكفنانين كرسامين، نعم، اليوم مو مهمة الحل في جهات، وكذلك دور دور الفنان. إذا بدك تلاقي ما بعرف بيلتقى أكيد يعني. أوكي، بدنا نشكر حضورك لليوم، نتمنى لك توفيق، ونتمنى اليوم ثقافة هذا الفن تتعامل بالمدارس بمرحلة الطفولة. إن شاء الله هات حل أنا أعطيتك إياه كثير، إن شاء الله هيك اللي سامعيننا يشتغلوا فيه. شكرا كثير لوجودك معنا رسام الكاريكاتور محمد العلي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، شكرا لكم.